سانتا كروز يضيف الهدف الثاني لمالاغا، هدف في منتهى الروعة في القائمة الثانية. سانتا كروز اللاعب الباراغواياني يسجل هدفه الرابع هذا الموسم أمام أندر مورينيو. قبل نهاية المباراة ب 16 دقيقة كاماسي وزع ممتازة الكرة هذه في القائمة الثانية من هناك، الكرة من جواكيم الأولى والثانية من سانتا كروز يسجل الهدف الثاني لنادي مالاغا بالبراعة اللازمة. سانتا كروز في المكان والوقت المناسبين يسجل الهدف الثاني لمالاغا. مالاغا هدفان، الريال هدف واحد. معاناة كبيرة لريال مدريد لحظة